هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا فيكم في الجديد لليوم. فيديو اليوم هو تشالنج مع سارة. هاي. التشالنج راح تكون انه راح نحط قدام كل شخص سطل مي، وعلي من ورا الكاميرا راح يعطينا اسئله، وسارة اللي بتلاقي انه السؤال الجواب هو على هيدا الشخص راح تغطس له راسه بالمي. يلا خلينا نبلش. يلا بلش باول سؤال يا علي. مين بحب اللون الاحمر اكثر؟ ما كثير تنزل حمام عملت. مين اول تحكي على التليفون يعني واتساب وهيك اشياء؟ برد دغري على جروب يعني دغري برد. دغري برد حمودي. اذا مثلا اثنين فيك تنزلي راس اثنين. يلا مين بياكل اكثر؟ اهلا مين يعني بيرفض الاكل بيقول بدنا هيك بيقول ما بدي اكل وخلص ولا شو هالاكل كلياته؟ مين بيحب التصوير اكثر؟ طب مين انه يعذب اكثر بالتصوير؟ ما بيعمل مثلا السكتش من اول مره. ايه بدلنا سطولك لانه انا ما عم بيطول. يلا مين بيلبس اكثر بيهتم بحاله اكثر؟ مين بيحب الاكل اكثر وما بياكل؟ بيحب ما بياكل؟ ايه بيطلب بيطلب وما بياكل اخر شيء. لعنتنا؟ بدي شيل الضربة مفاجأة. أنا بفكر حسن. أنا عارف حالي بس ما توقعت. مين غليظ أكثر؟ غليظ أكثر؟ حسن متوقع. حسن متوقع. سبحان الله جاب. مين بحب الحيوانات أكثر؟ انا لا 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 عرو عرو بينتكم بينتكم يلا تحب الحيوانات كل ما تشوف فلورا بهرب منها هيدا اللي بيهرب منها. يلا مين كول اكثر؟ كول اكثر صح. عبد محمد كمان بوش على يلا. مين بيتابع اكثر يوتيوبر؟ يوتيوب بضل لا لا ما يعني يوتيوبر يوتيوبر ضل يحضر يوتيوبر طبعا كده عشان مات تركي ما كان حالك عم تسمح شيء لانه انا ضلني على اليوتيوب. يلا مين ما بيتابع يوتيوبر اكثر؟ مين بضل هيك بيقعد لحظه لدرجة انه بس هيجي وقت الفطور وعم يحضر فيديو بنامني لخلص للفيديو لا استوب. مين مين بيعذب اكثر بالبيت؟ الله يوفقك بس ما كنت اخذ نفس بغني ما علينا ما مثل بلا ما اقول لك شو هم اللي سوين. مين نصاب اكثر؟ نصاب يطلع سام هديك السشوار بعطيك 1000 دولار. لا مين عنده كراش على كل شخص بيشوفه على كل حدا بيشوفه؟ يلا اوكي يا خالد. الو حسن بالشغلة ما نام من نفسه أطول. مين نفسه أطول؟ أنا ربحت. أنا ربحت. يعني خلاص طشوا 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 انت اللي نفسك طشوا شو يعني طشوا خلاص.
تحكي ولا اقول تعترف مين كان معاك؟ مين كان معاك؟ مين بحب التاني اكتر؟ لا لا ما بتنزليني كلني. مين نسونجي اكتر؟ السؤال يا بلو غبي. شو؟ مين بيعذب بالمدرسة أكثر؟ صرت قايلة 17 مرة. لا لا أنا ما بعذب. أنا بعذب واضح، أنت شو يضحك؟ لك مين خروف أكثر؟ خروف؟ أنت الخروف. لا مين طلع الخروف اكثر؟ اثنين اكثر. وين تلخبطي؟ وحياة الله غلط. طب اوكي يلا يلا يلا. مين بيحب الفاست فود اكثر؟ فاست فود. فاست فود عمود يا عم. صراحة انا اللي بحب الفاست فود اكثر، بحب الحيوانات اكثر. مين مثلا بيقول بدي ساندويتش مثلا شاورما بس من دون كابيس من دون توم من دون كذا من دون بطاطا بقلبها من دون مين بيفسد على التاني اكثر؟ عندي هالمره عندي. يلا مين بضل يروح على عند الحلاق ما يظبط شعره كمان يهتم بنفسه؟ مين بحب السباحه اكتر؟ يعني بحب المي. حسن شبال على المي. قلت لكم هو هلا انا كل شيء بضل لك تيابكم لك تيابكم. So guys هلا رح نعمل مقلب حمادي ورح نجيب المي عليه هلا. والله العظيم يا بليلة لا 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 لايك شير اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء. باي، نشوفكم في فيديو جديد.